يقول السائل: كيف يكون الشخص متعلقا بطلب العلم؟ يكون متعلقا بطلب العلم إذا كان عنده رغبة ونية صالحة وصبر، عنده صبر أيضا على تحمل التعب في طلب العلم، فهذا يعلقه بطلب العلم بإذن الله. والعمل أيضا يعمل بما علمه الله، ما يخزن العلم ولا يعمل به، العلم يروح مع قل العمل، يذهب العلم. إذا كان لا يعمل بعلمه فالعلم يذهب ولا يبقى عنده شيء، فالعلم ينمو مع العمل، مع العمل الصالح. نعم.